اهلا بكم مشاهدي بلقيس الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. خبير اقتصادي يقول الازمه اكبر من الحكومه وتحتاج تدخل عاجل من الاشقاء. صوره صادمه في عدن يراها الاهالي لاول مره. ومن أخبارنا المنوعة، لص سرق مبالغ مالية من محطة بنزين قبل أن يعيدها بعد ساعتين. أهلا بكم. تصدرت الأخبار انهيار السريع للعملة الوطنية المواقع الإخبارية والصحف، حيث عنون الموقع بوست في صفحة رئيسية: نزيف مستمر للريال اليمني وسط صمت حكومي وخذلان الحلفاء. وقال الموقع إن العملة اليمنية تواصل انهيارها السريع أمام باقي العملات، متخطية حاجز 700 ريال للدولار الواحد وفاقدة ل 300% من قيمتها منذ 4 سنوات، مع عجز الحكومة واللجنة الاقتصادية عن إيقاف هذا النزيف الحاد. ووفقا للموقع، أن انهيار العملة يأتي بعد أن أقرت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تقديم خدمات المصارفة لتغطية اعتمادات التجار لاستيراد السلع الأساسية بسعر 585 ريالا لكل دولار أمريكي، وهو الإجراء الذي مثل وفق مراقبين ضوء أخضر للدولار لتجاوز 700 ريال. وتلقي الحكومة الشرعية اللوم على الحوثيين الذين تقول إنهم السبب الرئيسي خلف تدهور الريال، فيما ألمح وزير النقل اليمني إلى دور تلعبه الإمارات عن طريق الكيان الموازي الذي فرضته في عدن ليحل محل الدولة. بدوره أورد موقع المصدر أونلاين رأي أحد الخبراء الاقتصاديين، والذي أكد أن الأزمة الاقتصادية في اليمن أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة. وعنون المصدر: الأزمة أكبر من اللجنة الاقتصادية ومن الحكومة وتستدعي تدخلا إسعافيا عاجلا من الأشقاء. وقال أحمد غالب الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية إن الأزمة التي تشهدها اليمن أكبر من اللجنة الاقتصادية ومن الحكومة، بل ومن الدولة بكامل أجهزتها، مضيفا أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب، بل اقتصادية وسياسية وأمنية، وفي ظل انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعملة واحدة، تبقى أي إجراءات غير التدخل المباشر الذي تفتقر إليه الدولة بسبب عجز الموارد مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس إلا، ومن باب إذا لم تنفع لم تضر. وفي شرح لعمق المشكلة قال أحمد غالب باختصار: المشكلة أن الدولة لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية، ويدها مغلولة من أي فعل، وأدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماما. وأكد غالب أن الوضع يحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل من الأشقاء ومحبي اليمن، كما رأيناه مع دول شقيقة أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار. يكتب عبد الفتاح ماضي مقالا عن تكالب الخصوم على ثورات الربيع العربي وكيف أحالوا أمالها إلى محاذير وحرب، وأضاف في مقال نشرته الجزيرة نت: ما حدث أن خصوم الثورات العربية في الداخل والخارج تكالبوا عليها نتيجة أسباب كثيرة، أهمها انقسام صفوف القوى المحسوبة على الثورة وعدم امتلاكها رؤى وبرامج سياسية محددة، فضلا عن السياق الإقليمي المعادي للديمقراطية وازدواجية الغرب المعتادة، حيث عادت القوى الدولية إلى دعم مصالحها التجارية والعسكرية على حساب الديمقراطية التي ظلت مجرد عبارات بلاغية لا تعني شيئا، كما أدخلت المنطقة في حرب على الإرهاب، الأمر الذي أعلى القبضة الأمنية والقمعية على حساب الحريات والحقوق. مع تكتل خصوم الثورة في الداخل والخارج نجح هؤلاء في إجهاض الثورات وإدخال المنطقة إلى عهد جديد تسوده حالتان لا ثالث لهما. الأولى الدولة البولسية القمعية التي تسيطر فيها عصابة محدودة العدد على السلطة والثروة والإعلام، والتي لا مكان فيها حتى للصمت والوقوف على الحياد، فالمطلوب من الجميع إما دعم الدولة البوليسية أو الذهاب إلى المعتقلات أو المنافي أو القبور. والثانية الصراعات والحروب الأهلية، حيث هناك أيضا عصابات محدودة العدد تحتكر السلاح والمال مع فتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية سافرة، وفي الحالتين
صارت الدول العربية مساحة مفتوحة لممارسة الهيمنة الخارجية، إما من خلال القروض والمساعدات والتبعية المفضوحة للإسرائيليين والغربيين، أو عبر التواجد العسكري المباشر لقوى إقليمية ودولية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العرب الحديث. ضحايا هذه الأوضاع شملت مئات الآلاف من الضحايا في سوريا وعشرات الآلاف في اليمن وليبيا والآلاف في مصر وتونس، هذا بجانب عشرات الآلاف الذين زج بهم في المعتقلات أو أرسلوا إلى المنافي. الحياة والموت بيد رشيد ورشيدة، أطلقت هذه المقولة على أسرة تعيش في إب، وانتشرت مؤخرا قصتها في المواقع الإخبارية، حيث يقول موقع المشاهد نت أن هذه العبارة اختزلت حياة الستيني رشيد سالم منذ فقدان والديه، حيث ارتبطت حياته مع مقبرة المنطقة من اللحظة الأولى التي دفن فيها والده. كما يروي المشاهد مستطردا: بعد الدفن غادر الناس المقبرة وبقيت بمفردي حتى حلول المساء، وبعد تنبه أقاربي لعدم وجودي في المنزل جاء أحد أقاربي إلى المقبرة وأخذني إلى المنزل، لكن صباح اليوم التالي كما يقول عدت إلى المقبرة وغادرتها مساء، وصار هذا الأمر تقليدا، مرت الأيام وصرت حفارا للقبور، وبدأت ذلك وأنا في 11 من عمري، وحتى اليوم أعمل بنفس المقبرة. بعد أن كبر رشيد وتزوج رزق ببنته رشيدة، والتي درسها لتصبح قابلة تتولى استقبال المواليد الجدد في المديرية. يقول رشيد إنه يشعر بقيمة الحياة والفاصل بين أولها وآخرها، مضيفا أن ابنته ترى أول الواصلين إلى الحياة وهو يودعهم، وهما جعل أهالي المنطقة يطلقون عليه العبارة التي أصبحت معروفة. صحيفة أخبار اليوم صدرت صفحتها الأولى بالعديد من العناوين، أبرزها: جباري، التحالف لا يريد هزيمة الحوثيين وهو من يتحكم بتحرك الجبهات في نهم وصرواح، واللجنة الاقتصادية تقول الحكومة لا تسيطر على مواردها السيادية والفجوة كبيرة بين الموارد والمصروفات. ومن أخبار الميدان: نائب الرئيس يواصل جولته الميدانية بصعدة ويؤكد على ضرورة استعادة الدولة. وأيضا عنوان آخر: مئات الغاضبين في ردفان يتظاهرون متوشحين أكياس القمح. ومن داخل صراعات الجماعة المتمردة: ميليشيا الحوثي تبدأ بتفجير منازل تابعة لعبد العظيم الحوثي بصعدة. هذا الحال العربي، تحت هذا العنوان كتب معا البياري مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: تتسيد مشاعر الخوف والإحباط في غير بلد، ولا تعني السلطة في مصر غير الفشل والترهيب والكذب، ولا يعود ثوب الدولة الكبرى مناسبا للعربية السعودية عندما تنشط في المكائد الصغيرة، ولا تفلح في أي مغامرة طائشة تمضي إليها وتسوء سمعتها حقوقيا وسياسيا، ولا تستطيع عائلات وافدة الإقامة فيها بعد رسوم تتزايد ودخول تتناقص وغلاء يزيد ومناخ عام يزعج، والبلدان مصر والسعودية مفترض أنهما عمودان في الأمة كما سوريا والعراق اللذان لا يحتاج الجاري فيهما إلى إيضاح، حيث تآكل الدولة والكيان والمجتمع فيهما مروع وينبئ عن مستقبل مقلق في مشروع عربي متصدع. لا مشروع عربي جامع ولا فكرة أو حلما يعتصم بهما الناس، ثمة وحول من التخلف والتطرف والإرهاب، وثمة ترد للتعليم في الجامعات، وثمة سرعة مفزعة في الركض القهقراء إلى الوراء، لعل المقطع اللبناني في المشهد العربي العام يدل عليها، كما هو البؤس الذي يمكث فيه الفلسطينيون، حيث تجد فصائل وحركات فائضا من الترف للتنازع على شرعيات مضجرة. ومن الجزائر تتوالى أخبار تبعث على الكآبة أو أقله الحزن، إذ تتيبس الحياة السياسية وتختنق مسارب التجديد فيها. وفي تونس ثمة عبث كثير تنخرط فيه النخبة الحاكمة وأوساط الحقل الحزبي، يسوغ تحسبا من مستجدات قد تطرأ لا قدر الله في هذا البلد الذي كان قد أيقظ جدوى تفاؤل غافية في البلدان العربية، غير أن هناك من استنفروا موتورين من أجل هزيمة روح التفاؤل تلك، فبتنا في حالة ردة عما كانت تقوله حناجر عرب ثائرين،
وعدوا أنفسهم بأوطان أجمل، ولكن التاريخ موجات والتفاؤل باق في جوانحنا بأن تسقط ثيران السواقي في مطارحها. حادث جديد في عدن يدل على تدهور الأوضاع الأمنية وتحول البندقية إلى الحاكم الفعلي لكل شيء، ويعنون موقع عدن الغد صور صادمة في عدن لم تحدث في تاريخها كله، حيث تداول نشطاء محليون بعدن صورة صادمة لم تحدث في تاريخ المدينة، حيث تظهر الصور عدد من الأشخاص وهم يقومون بإطلاق النار من سلاح الكلاشينكوف على طيور البجع التي تتواجد في محمية البجع الملاصقة لمطار عدن الدولي. ولم يحدث قط في تاريخ مدينة عدن منذ مئات السنين طبقا لعدن الغد أن تعرضت هذه الطيور التي تعيش في محمية طبيعية هناك لأي عملية إطلاق نار كهذه، والمؤلم أن الهدف من إطلاق النار قتل الطيور لا أكثر. تابع الموقع: تسببت هذه الواقعة بحالة من الصدمة لدى كثير من الناس الذين أكدوا أنهم لم يروها من قبل. في وجه هذا الغثاء يقاوم اليمنيون سطوة 21 من سبتمبر 2014، ويبذلون الدم والعرق لإحياء الوجه المشع لثورة 26 من سبتمبر. هذه فقرة من مقال كتبه حسن العديني في صحيفة الخليج. أطل دعاة الولاية والحق المقدس بمناقل مغروسة بالسم، واتجهوا إلى تدمير كل ما يرمز إلى ثورة 26 سبتمبر وما يشير إلى مفاخرها وإنجازاتها. حتى اليوم لم يسقطوا المناسبة علانية من القاموس الوطني، واكتفوا بإضفاء الأهمية القصوى لما أطلقوا عليها ثورة 21 سبتمبر يوم إسقاطهم صنعاء، كما أنهم لم يتجرؤوا على تغيير مسمى الدولة وتوقفوا عند خلع اسم قائد المسيرة القرآنية على إمامهم الجديد. والحال أن سعيهم حثيث لإطفاء شعلة العلم، فقد غيروا مناهج التعليم وزرعوا الجهل والخرافة في مقررات التاريخ والتربية الوطنية والسيرة النبوية والحديث والقرآن، إلى درجة أنهم اختاروا في كتاب الله آيات ألبسوها تفسيرات غريبة لتأييد حق الولاية لسلالة يدعون الانتساب إليها. وفي مضمار إزالة الرموز الدالة على الكفاح الوطني، قاموا بأعمال خسيسة مثل تكسير المجسم المقام في ميدان التحرير بصنعاء لما سمي بمارد الثورة، وأنشأوا بدلا منه حمامات عمومية، وبدل الحوثيون مسمى ميدان السبعين. هذه الهجمة على التاريخ وعلى الوطنية اليمنية والعروبة والرموز الإسلامية تشكل استمرارا لفضائع ارتكبها الآئمة في هدمهم الآثار الدالة على الحضارة اليمنية القديمة. وقد كان مثار دهشتي أن الانقلابيين الطامعين إلى استرجاع ما ذهب من آبائهم أنهم يحيون علاقة قديمة، حين وقع بصري على طوابع بريدية أصدرتها المملكة المتوكلية اليمنية تحتفي بأسرة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي. يبدو أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات كما تقول العرب الجديد فقد الغطاء الدولي لحربه المستمرة منذ ما يزيد على 3.5 سنوات، والتي خلقت الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، وحول خلالها الحكومة الشرعية بحسب الصحيفة إلى مجرد غطاء لتدخله على نحو عجزت معه الأخيرة عن تأمين وجودها وفرض قراراتها في المناطق المحررة. وبرزت ملامح التحول في المواقف الدولية خلال انعقاد دورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ صوتت 8 دول فقط بينها السعودية والإمارات ومصر بالرفض لمشروع القرار الأوروبي المتضمن التمديد لفريق الخبراء المعني بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في مقابل 21 دولة مؤيدة للمشروع وامتناع 18 أخرى عن التصويت. في الجانب اليمني تتسع دائرة النقمة المحلية ضد التحالف يوما بعد آخر، خصوصا مع الأزمة الأخيرة المرتبطة بانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بما لذلك من آثار كارثية تمس حياة الناس بشكل مباشر. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بحسب موقع شبكة البي بي سي إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف تفاقم تدهور أسوأ أزمة إنسانية في العالم. جاء ذلك في حوار لجريفيث مع بي بي سي خلال وجوده في نيويورك بعد اجتماعه مع معظم اللاعبين الرئيسيين في حرب اليمن.
وقال جريفيث إنه شعر بالتشجيع من الاستجابة الدولية لتحذير الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، والتي ركزت على الحاجة الملحة لمحادثات سلام. وتشير الإحصائيات إلى أن 3.5 مليون شخص مرشحين قريبا للحاق ب8 ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة. المجاملات نفاق اجتماعي أم ضرورة لتسيير الحياة؟ تحت هذا العنوان كتبت شيفاني رادكر إشنن مقاله المنشور في الجزيرة نت، مضيفة في فقرات من المقال. على الرغم من الثقافة الواسعة الحالية من التعزيز الإيجابي والذي غالبا ما يكون على شكل مديح، يمكن أن يكون لدى الناس شكوك طبيعية تجاه أولئك الذين يقدمون الثناء بحرية كبيرة. يعتمد المعظم على الكلام سواء في نبرة أو تركيب الكلمات لتيسير تفاعلاتهم الاجتماعية، لكنهم يتوخون حذرهم من المبالغين في المديح والمجاملات. قد يكون أحد التفسيرات البسيطة هو أن المجاملات تدخل حيز الجمود وتجابه بطريق مسدود، وينتج ذلك عن فكرة أن قبول المجاملة أو أي إطراء كان قد يعني انتهاك معايير التواضع. ومع ذلك فإن إفشال المجاملة أو عدم قبولها يقوض من وظيفتها الاجتماعية. قد يكون كل هذا صحيحا جزئيا، لكنه لا يوضح سبب اختيار شخص ما عدم الرد بكلمة شكرا المحايدة. في الواقع قد يكلف الرد بالشكر والذي يعني قبول المجاملة دينا علينا رده لاحقا، كما يمكن لأي طالب متخصص في سوق الصرف أن يشرح ذلك. لا يمكنك قبول أي إطراء دون تقديم شيئا في المقابل. في معظم الأحيان يدرك الناس جيدا ظروف التبادل، فهم يتبادلون هذا الشيء من أجل ذاك الشيء. لكن في ظروف نادرة عندما لا يكونون قد جهزوا هدية كرد على ما تم تقديمه لهم، فسوف يشعرون بالذنب. ينبع هذا الخيار الإجباري، الوفاء بالتزامك برد المجاملات أو الاستسلام للشعور بالذنب لعدم قبولها أو ردها، من الانتماء إلى مجتمع منظم حول السلع وتبادلها. تكمن المشكلة في أنه إذا كانت المجاملات عبارة عن معاملات، فإن شعورنا بأننا مدينون هو أمر طبيعي جدا. تبحث الشرطة الألمانية كما جاء في القدس العربي عن لص سرق مئات اليوروهات من محطة بنزين قبل أن يعيدها بعد ساعتين. وذكرت الشرطة أن سارقا ملثما دخل إلى المحطة في بلدة جريسهايم بغرب ألمانيا يوم الجمعة وطلب بملء حقيبة بلاستيكية بالمال ثم اختفى. وبدأت الشرطة عملية بحث عن الجاني، لكنها لم تكتشف عودته إلى المحطة بعد ساعتين وقيامه بإلقاء كيس النقود أمام الباب قبل أن يختفي مرة أخرى. تقول الشرطة أنه حتى الآن ليس لديهم الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال أو وراء تغيير رأيه. حين تكون الصور لملامح الطفولة فهي بالتأكيد لن تكون عادية، بل سترقى بسحرها مرحلة لا تقاوم. الديلي تيليغراف هذه المرة التقطت صور للطفولة بالإضافة لبعض الصور الأخرى، نتابع. لفناني الكاريكاتير طريقتهم وأسلوبهم الخاص في التعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة القضايا وتوجيه النقد والاعتراض. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها معكم.
بمجموعة رسوم الكاريكاتير هذه. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من كشف الصحافة في الغد، حلقة جديدة في أمان الله.